سي بخيبر، بالنسبة للبرنامج ديال هاد اليومين، برنامج هو ديال اليومين اللي غادي يشمل بطبيعة الحال كان واحد الملخص على الكتاب ديال بونو نوار اللي ديال الدكتور أشقر عثمان، وكاين شهادات من جيمي عن الذاكرة اللي غادي يقدمها السي أسكام العربي، وكاينه واحد الشهادة عن مقهى بن علاش اللي قدمها أنا خير مصطفى، وكاين فيلم كلهم يعني الاخوان هنا والشباب هنا قاموا بافلام في ظرف 3 ايام، قاموا بافلام في عند ذاكره بولا نوار مع وصلات موسيقيه، وكاين هنا جزال، وكاين الاخوه اللي حضروا راك شتي يعني وكبتي الاخوه اللي جاونا شعراء وشاعرات وضيوف، كانوا ضيوف شرف، وعندنا شهاده على المجال الرياضي كذلك اللي غادي يقوم بها حقبان الحسين، وكاين شهاده فنيه بالعيد كريديس الممثل وكذلك المتقاعد، وكاين البتات حمد. اما بالنسبه هناك شهادات ديال بو حربه، هذا الاخ هذا هو اللي تنشكره بزاف، هو اللي جمع هاد الاخوه هذا تقريبا، هو اللي اتصل بهم. كاين شهادات ديال الساروتي للاخوان، هاد الاخوان من حي حمراد هما معتزين من نقولوا حي حمراد، عرفتي في واحد الوقت تقول حي حمراد بان كلهم اخوان، عندهم واحد الحماس ديال القرايه، حماس ديال الثقافه اللي وصلوا ليه كرباب ديال الطيارات، ديال بيلوت دكاتره ولله الحمد ومهندسين. واخيرا كان هنايا شهاده عن القريه بولانوار اللي غادي يقوم بها الشيخ ديال البلاد وهو الشيخ السعدي، وكاين فيلم عن بولانوار ديال جبار حماده وحراني الحاج، وكاين وثائقي بين الامس واليوم ديال هشام مادي، من بعدها كان واحد السهره فنيه عبيده الرما، والغد ليه يعني يوم الاحد 9 غد كاينه زياره تفقد عباره معالم القريه اللي غادي يشوفها بها يعني منجم جوج منجم واحد سيدي بونوار، مقهى بليوت، قهوة بليوت، كذلك فران عائشة، وكان فقرة خلف الشباب فيها موسيقى وسكيتشات، في الختام كاينة توصية إن شاء الله غادي نخرجوا خلق واحد الجمعية ترابطية، جمعية اللي غادي تقوم وغادي تمشي للمشعل باش نهيئوا السنة القادمة إن شاء الله. تشكرك سي مصطفى خيبر على سعة الصدر وبالتوفيق.